للإطار للخلية هذه بإذن الله ستصبح جيدة هذه الطريقة. السلام عليكم متابعي القناة عالم منح الأبي، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الكرام، تشاهدون في هذا الفيديو لخلية نحل بإطارين، يعني تقسيم بإطارين، والملكة يعني أخذت فترة طويلة لكي تتلقح، تلقحت يعني متأخرة قليلا، ولكن هذا الطرد هذا أو التقسيم هذا ضعيف. إذن ما هي الطريقة المثلى التي يتبعها النحال لكي يقوي هذا الطرد؟ طريقة سهلة وبسيطة، هناك عدة طرق لكن أفضل طريقة هذه التي سنستعملها لهذا الطرد، وهي جلب حضنة مغلقة على وشك الخروج. هاي حضنة وضعتها في طرد آخر، خرجت هذا الجزء هذا خرج وقمت بإزالتها. هاي تخرج هنا، هاي النحلة تخرج، يعني كل الحضنة تريد أن تخرج. دقيق النظر، كيف نعرف أن الحضنة لم يبقى لها وتفقس؟ يبدأ يظهر السواد في غطاء الحضنة، وهذا السواد هو أن النحلة تبدأ بتفتيت الشمع هذا أو أكله، ثم يبدأ يظهر لون رأس النحلة، يعني تبقى طبقة شفافة فقط، ولما يظهر رأس النحلة نلاحظ نحن أن الغطاء أسود، لونه أسود، وبالتالي تعرف أن الحضنة تريد أن تفقس. نضع هذا الإطار بين الإطارين، عندنا إطارين فقط، وتقوية الطرود صغيرة ليست مرة وانتهى الأمر، يجب أن تكون على مرتين أو ثلاثة على الأقل. نضع هذا الإطار هنا، يعني بعد وضعه مباشرة يعني تبدأ الحضنة بالخروج اليوم وغدا، ممكن في أقصى مدة 3 أيام تخرج كل الحضنة، وبالتالي نعطي دفعة جديدة لهذا الطرد الصغير أن يتطور، وحتى الملكة تقوم باختيار، قلت وحتى الملكة تقوم باختيار الإطار الذي خرجت منه الحضنة لأنه جيد. أولا الإطار هو جديد في حضنة أول مرة فيه، يعني تضع فيه الملكة حضنة، وبالتالي تحبه كثيرا الملكات، خاصة الملكات الجديدة. هذه طريقة تقوية طرد صغير، هذا الإطار الأول، بعد 5 أيام أو 6 أيام سأضيف إطار آخر، وهكذا حتى أوصلها إن شاء الله على 5 إطارات أو 7 إطارات قبل دخول الخريف. إذن أضفنا له إطار حضنة مغلقة، والآن سنضيف له إطار عسل لتقويته، يعني بالحضنة والعسل هذا الشكل. نضيف العسل من الطرف لأن الطرف هذا فيه عسل، عسل والحضنة المغلقة، يعني انتهى الأمر للإطار للخلية هذه بإذن الله ستصبح جيدة هذه الطريقة. حتى ولو لم يغطي العسل إطار هذا وهذا أو النحل، حتى ولو لم يغطي النحل الإطارين، إطار العسل هذا وهذا، الذي يهمنا وتغطية الحضانة، لأن العسل لا يتضرر إذا لم يغطيه النحل. إذن هذه الطريقة، إضافة إطار حبوب اللقاح وعسل، وإضافة حضانة مغلقة لطرد صغير أو خلية صغيرة أو تقسيم جديد ضعيف. إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. تحية لكم جميعا متابعي القناة من كل الدول العربية والدول الأوروبية. إلى اللقاء.